ايه يا جماعه؟ شكلها تبقى مستشفى بجد ولا ايه؟ اخيرا بقى حاجه تفرح بصراحه. نص مستشفى مباني لسه المعدات. يا شهودي خلينا نفرح، خلينا ننبسط، مش كل حاجه كده بالورقه والقلم. هو انت لسه هتعرفي شهودي؟ انت من يوم. انا حاجز لك معايا على فكره اول جلسه. يا جماعه مش في مثل بيقول ما تزغلطوش لما تتنصفوا بقى؟ ايوه بلدي قوي. ماشي يعني انت صاحب مستشفى دلوقتي، زغرت انت وخلاص. انا وبعدين ايه جو الامثال الشعبيه؟ احنا بنعمل مستشفى ولا بنفتتح محل كشري؟ طب بقول لكم ايه، خلينا نطلع ناخد صوره بره كده بالمستشفى ورانا. يلا اتفضلوا. صاحب مستشفى؟ لا ايوه صاحب مستشفى. اتفضل اتفضل. انتوا الدكاتره انتوا الاول يا بيه. اتفضلوا يا دكاتره. الله 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 الله. يا سلام. عظيمه جدا. 11 و12 19 بس شعور عظيم يا جدع. مين انا ماشي ماشي ماشي.